أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وإذا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ألا إنهم في مرية ألا إنه بكل شيء محيط؟ ألا ألا إنه بكل شيء محيط؟ الله العزيز الحكيم. كذلك يوحى إليك وإلى الذين سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم
أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا ألا إنه بكل شيء محيط. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. ألا إنهم في مرية ألا إنه بكل شيء محيط. بسم الله الرحمن الرحيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن.
يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض يكاد السماوات يتفطرن من فوقهن يكاد السماوات يتفطرن من والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله الغفور الرحيم ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا الذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء
واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. الظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه فالله هو الولي وهو الموت وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. صدق الله العظيم.